في الثمانينات من العمر لا يزال الرسام والخطاط الصيني الشهير تشين شيالينغ يحاول كسر حدود الفن، وقبل نصف قرن كان يشتهر بلوحاته للوتس، حيث جمع بين الحبر الصيني ومهارات الرسم بالغسيل والانطباعية الغربية والتجريدية، والآن يعرض عددا من لوحات أزهار البرقوق في بكين، ما يدل على تغييرات لا نهاية لها في الثقافة الصينية التقليدية. أزهار البرقوق هي الأولى من بين زهور التي تبدأ في تفتح، مما يشير إلى بداية الربيع. إنها قادرة على النجاة من البرد، فهي دائما استعارة لشخصية الجيدة، وأجد أنه من الصعب رسم أزهار البرقوق. رسم نحو 50 لوحة لزهر البرقوق في غضون 3 أشهر فقط، وترافق كل لوحة قصيدة تعرض الخط الفريد لتشين جيالين. هذه اللوحة التي يبلغ طولها 2.4 متر وعرضها 70 سنتيمترا معروضة حاليا في روم باو جاي، وهو مركز فني يعود تاريخه ل 350 عاما في بكين. هنا يجد الناس إبداعات الفنان البالغ من العمر 86 عاما في الرسم بالحبر الصيني التقليدي. هيكل خطه واستخدامه لحبر والطريقة التي يرسم بها خطوط فريدة لخياله، يتغير لون حبره كثيرا، في بعض الأحيان تكون أحجار جافة وأحيان رطبة، ويمكننا أيضا رؤية بعض بقع حبر. هذه كلها تقنيات فنية يطبقها الرسام عمدا. خطوط خطه مشدودة وطيقة، ولكنها مرنة أيضا، وتتميز بصعود وهبوط في هيكل. أزهار البرقوق هذا المعلق على الفروع هي بالطبع أكثر النقاط اجتذابا لأنظار الزوار. تعكس لوحات تشين جيالين دائما شخصيته المميزة. اعتمادا على الرسم بالحبر الصيني التقليدي، كان يعمل على الابتكار. في ثمانينات القرن الماضي جعلت لوحات اللوتس التي جمعت بين مهارات الرسم الصينية الكلاسيكية والانطباعية الغربية والتجريدية، جعلت تشين معروفا على نطاق واسع. بالنسبة له فإن اندماج الأساليب الفنية المختلفة أمر طبيعي تماما. إذا كان من الأنسب إظهار الجمال المشرق لللوتس في شكل فني يربط بين الشرق والغرب، فعندما يتعلق الأمر بأزهار البرقوق الأنيقة يلجأ تشين جيالين إلى أسلافه. 这幅就是像我的老师洛延绍先生
ولد جن في عام 1937 في خانجو بمقاطعة جيتيان. كانت ذاكرة طفولته مرتبطة بالحروب والأوقات المضطربة. غالبا ما كانت والدته ترسم مجموعة متنوعة من الحيوانات لإسعاده. هذا غرس فيه حبا عميقا للفن. في المعرض الحالي تظهر الحيوانات بشكل متكرر. عند الحديث عن هذه الأعمال يشعر جن بالبهجة. المعرض ليس تكريما للثقافة الصينية التقليدية والكلاسيكية فحسب، بل قام جين جيالين بمحاولات جديدة في العام الماضي. مثل العديد من الرسامين الصينيين الذين يعيشون في هذا العصر، كان تشين جيالين يسعى جاهدا للابتكار. في الوقت نفسه لا يتوقف أبدا عن الخوض في التقاليد التي يعتقد أنها أساسية لثقافة الأمة.
是你本名字的一个符号。我们要吸取外来文化，但是为我所用，而并不是洋化。我们吸收古代的文化，我们不是复古，是要现代化。